السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بطلابنا المتميزين في المدارس الحكومية والخاصة من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر. أتودون التميز وتسعون إليه؟ هيا معنا في رحلة التميز التي سننطلق بها معكم في محطات أربع، لنفخر معكم في نهايتها بتميزكم. ركزوا معي في المعايير الرئيسية التالية: الإنجاز والتقدم العلمي، التطور الشخصي والمهاري، الإبداع والابتكار، المسؤولية المجتمعية. تابعوا معنا تفصيل المعايير في الفيديوهات القادمة. والآن ننتقل لشرح المعيار الرئيسي الأول: الإنجاز والتقدم العلمي. شمسة، أتودين مساعدة أصدقائنا المتميزين بأن نوضح لهم معايير التميز لفئة الطالب، ونبدأ بالمعيار الرئيسي المتعلق بالإنجاز والتقدم العلمي، والذي يظهر فيه الطالب تميزه العلمي خلال 3 سنوات متتالية؟ نعم يا عمر، وفي هذا المعيار يجب مراعاة المعايير الفرعية الآتية: تحقيق مستوى تحصيل علمي يفوق 85% ل3 سنوات متتالية، حصول الطالب على درجة متقدمة في الاختبارات الوطنية والدولية. وسنشرح كل معيار على حدة، ونبدأ بالمعيار الفرعي الأول، وهو تحقيق مستوى تحصيل علمي يفوق 85% ل3 سنوات متتالية كالآتي. وفي هذا المعيار يرفق الطالب شهادات درجاته التي تثبت حصوله على نسبة 85% ل3 سنوات متتالية قبل عام الترشح، ويرفق شهادات التقدير الحاصل عليها والتي تثبت تفوقه العلمي خلال الأعوام 3. وكيف يدلل الطالب على هذا؟ بوسائل عدة تثبت تقدم الطالب العلمي، مثلاً سير معدله بتقدم، أو إثبات تفوقه في المهارات، كأن يرفق إثبات تقدم في الدرجات من عام لعام آخر يليه. وماذا عن المعيار الفرعي الثاني، والمتعلق بحصول الطالب على درجة متقدمة في الاختبارات الوطنية والدولية؟ لنتابع المقطع التالي لنتعرف على هذا المعيار ونوضحه أكثر. في هذا المعيار يدلل الطالب على حصوله على مراكز متقدمة في الاختبارات الوطنية والدولية. أستسمحك أن توضح أكثر. يمكن للطالب تقديم ما يدل على تقدمه في الاختبارات الوطنية المعروفة باختبارات إمسات، أو الاختبارات الدولية وهي متعددة مثل بيرلز وبيسا والتيمز وغيرها من الاختبارات المحلية والدولية. أيجب أن تكون الأدلة المرفقة لهذا المعيار ضمن 3 سنوات قبل الترشح؟ وماذا عن الطالب الذي لا يتقدم خلال السنوات 3 لاختبارات وطنية أو دولية؟ بعض الاختبارات الدولية تعقد كل 4 أو 5 أعوام، فلا مانع من إرفاق أدلة قديمة لهذا المعيار. أما الطالب الذي لم يتقدم لاختبارات وطنية أو دولية فلن يؤثر كثيراً عليه. الآن أصبح مفهوم التميز في المعيار الرئيسي الأول واضح، وإرفاق الأدلة عليه متاحة للطالب المتميز. لننتقل للمعيار الرئيسي الثاني. هيا بنا